بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى. رجعنا لحضراتكم تاني ولسه بنستنبط الدروس والعبر من قصة سيدنا إبراهيم. من هذه الدروس والعبر المهمة التي نتعلمها من قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على مسبب الأسباب وهو الله. سيدنا إبراهيم وضع السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل عند بيت الله الحرام، فستنا هاجر بتقول لسيدنا إبراهيم: الله أمرك بهذا؟ ربنا اللي أمرك يا إبراهيم تجعلنا في هذا المكان؟ قال: بلى. قالت: إذن لن يضيعنا. مشى سيدنا إبراهيم بعدما دعا الدعوة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. شوف بقى الدعاء: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فستنا هاجر بدأت تبحث عن المياه، بدأت تهرول بين جبل الصفا وجبل المروة، تذهب وتغدو وتروح وتبحث عن الماء لرضيعها، لا تجد ماء. لما عجزت هاجر عن إيجاد الماء تدخل رب الأرض والسماء. سيدنا إبراهيم يضرب، سيدنا إسماعيل يضرب بقدمه في الأرض، فنبع الماء الزلال من تحت أقدام إسماعيل، ولا زال الماء ينبع ويتدفق إلى يومنا وإلى قيام الساعة. آلاف مؤلفة، ملايين مملينة تشرب من هذا الماء من زمان سيدنا إسماعيل إلى زمان سيدنا رسول الله إلى زماننا إلى قيام الساعة، والماء لا ينفد والماء لا ينتهي، لأنه هو ماء زمزم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعله يخرج من الأرض إكراما لإسماعيل، دي معجزة لسيدنا إسماعيل. فالسيدة هاجر أخذت بالأسباب واعتمدت على مسبب الأسباب. أخذت بالأسباب إن هي بتجري بتهرول بتبحث عن الماء، واعتمدت على الله، قالت لإبراهيم: لن يضيعنا الله. فلما رأى الله منها الهمة أنقذها من تلك الملمة. ربنا وجد منها همة بتسعى وتجتهد السيدة هاجر، وخلد الله لنا ذكرها إلى قيام الساعة، إن احنا من أمة سيدنا النبي ونسعى بين الصفا والمروة تكريما للمرأة وتكريما للسيدة هاجر. من فعل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا نتعبد بنفس فعلها. ما في شريعة في العالم كرمت المرأة كشريعة الإسلام. احنا بنسعى بين الصفا والمروة ونهرول تخليدا لذكر سيدتنا هاجر أم المصريين رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على سيدنا إسماعيل وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سائر النبيين وعلى سيدنا رسول الله أفضل الصلاة والتسليم. يبقى احنا خدنا في الحلقة بتاعتنا النهاردة ثلاث دروس مستفادة من قصة سيدنا إبراهيم: واحد، إكرام الضيف. اثنين، الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على مسبب الأسباب وهو الله. ثلاثة، أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة غاية التكريم. ربنا يؤهلنا لاستنباط أسرار القرآن وفهم دقائقه، اللهم آمين. فاصل وهرجع لحضراتكم، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.